بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الاثنين الموافق 25 10 2021 من مجزر البساتين تم تحميل عدد 12 طنا من لحوم سكوك الاضاحي موزعه على المديريات التاليه الوادي الجديد 2 طن القليوبيه 2 طن بني سويف 2 طن اسيوط 2 طن الفيوم 4 طن هذا والله الموفق والسلام عليكم ورحمه الله